السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتورة أميرة السيد. هنتكلم النهاردة على الروماتيك فيفر، تمام؟ ده الكيس بيست بتاع سي في سي موديول. هنتكلم فيه أول حاجة يعني ايه روماتيك فيفر. definition of روماتيك فيفر دوت immunologically mediated، تمام، multi systemic collagen disease. يعني ايه؟ يعني دوت سببه immunologically mediated، تمام، يعني ancient antibody reaction بيأفكت المالتي سيستم، بيأفكت مالتي سيستم في الجسم. بيعمل ايه؟ بيعمل inflammatory و degenerative changes، inflammatory و degenerative changes في ال connective tissue، في ال collagen fibers اللي موجودة في ال connective tissue لل different organs زي ال heart و ال joint. أهمهم ال heart و ال joint. يبقى definition it is an immunologically mediated multi systemic collagen disease. immunologically mediated multi systemic collagen disease characterized by inflammatory and degenerative changes. بيحصل فيه inflammation الأول، بعد كده بيحصل degenerative changes. بيحصل فين؟ في ال connective tissue بتاع different organ. عشان كده قلنا ان هو multi systemic. اهم الاورجانز دي الايه؟ الهارت والجوينت. طيب ايه هما، ايه هو البريديسبوزنج فاكتورز للروماتيك فيفر؟ ايه الحاجات اللي بتساعد ان الروماتيك فيفر تحصل؟ اول حاجه الهيريديتري اللي هو الفاميليال بريديسبوزيشن. في فاميليز بيبقى ليها فاميليال بريديسبوزيشن اكتر للايه؟ الروماتيك فيفر. او اكوايرد. طب acquired زي ايه؟ زي البور كلاسز، تمام، زي الدامب ويزر، زي الرطوبة العالية، زي الاوفر كراودنج، الزحام، تمام. كل دول بيكونوا سبب للأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ان يجيلي انفكشن فين؟ في الأبر ريسبيراتوري تراكت، وده اكتر مكان الثروس روت والتونسل، تمام. بيحصل ايه؟ بيحصل ريكارنت ستريبتوكوكال ايه؟ انفكشن في الأبر ريسبيراتوري تراكت. يبقى تاني انا عندي hereditary ده familiar predisposition او acquired. الacquired ده environmental اللي هو الdamp weather، الovercrowding، البور كلاسز، كل دول بيبقوا ايه؟ اسباب ليه الايه؟ الupper respiratory tract infection بstreptococcal infection زي التونسلايتس، تمام. طيب بيجي فين؟ بيجي في الميل والفيميل زي بعض، equal in both sexes. بيجي في سن في الشيلدرن من 5 لـ 15 سنة، وأكتر سبب للهارت ديزيز في الأطفال، أكتر من 90% في الهارت ديزيز للأطفال دوت بيبقى فين؟ روماتيك فيفر. وفي الأدلت 40%. يبقى في الأطفال هو 90% من الهارت ليجن بيبقى منه بسببه الروماتيك فيفر، و40% في الأدلت بيبقى سببه في الإيه؟ الروماتيك فيفر. بيجي من 5 لـ 15 سنة وإيكوال في الميل وفي الفيميل. طيب ده قلنا الايه؟ البريديسبوزنج فاكتور، ايه العوامل المساعده؟ طب الباثوجينسيس بتاعه بيحصل ايه؟ قلنا بيحصل ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي هو بستريب بايه؟ بالجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي بيحصل منها ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، والبيشنت بيخف بعدها بقى من 2 لـ 5 أسابيع، تمام، بيتكون الروماتيك فيفر. ساعتها ما بيساعد من بعد 2 لـ 5 أسابيع ما بيكونش فيه ولا بكتيريا في الدم، ولا بيكون فيه بكتيريا في الليجن بتاع الروماتيك فيفر، خلاص. يبقى أنا إيه؟ عشان كده بنقول إن سببها أوتو أميون ديزيز، لأن البكتيريا مش موجودة. فإيه اللي هيعمل الروماتيك فيفر؟ عشان كده قلنا إن هو immunologically mediated. ده شكل الانفكشن باي جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي هو سورس روت او التونسلايتس. طيب ايه هما السيريز اللي قالوا على اساسها ان هو الروماتيك فيفر دي immunologically mediated؟ طيب ده اوتو اميون ديزيز. اول حاجه عندنا بيحصل ايه؟ بيحصل الكروس رياكشن ميكانيزم. الكروس رياكشن ميكانيزم بتحصل ازاي؟ الكروس رياكشن ميكانيزم دي الانتي بودي بتتكون اجينست ستريبتوكوكال ام بروتين،
في بروتين موجود على ستريبتوكوكاي اسمه ام بروتين، ده الانتيجين، الجسم بيكون ضده انتي بودي. طيب في حته تانية في الهارت، في المصل حته برضو اسمها ام بروتين، فالانتيجين فالانتي بودي بيروح يتفاعل معاها كانها هي الانتيجين، يبقى ده اسمه كروس رياكشن ميكانيزم او انتيجين سيميلاريتي، يعني في حاجه في الجسم شبه الانتيجين بتاع الستريبتوكوكاي اللي هو اسمه الام بروتين. يبقى في انتي بودي اجينست الستريبتوكوكال ام بروتين اللي هو الانتيجين بيكروس رياكت ويز الهارت ماسل ستريبتوكوكال في الايه، على الام بروتين اللي موجود فين، في الهارت ماسل، بيعمل لي انتيجين انتي بودي رياكشن. تمام، ادي اول ميكانيزم اللي هو اسمها كروس رياكشن ميكانيزم او انتيجين سيميلاريتي، من اسمها الكروس رياكشن ميكانيزم معناها انه الانتيجين ده اللي هو الام بروتين بتاع الستريبتوكوكاي في حاجه شبهه في الهارت، فين، في الايه، في المصل، اسمها برضو ام بروتين، فبيروح لايه الانتي بودي اللي اتكون بيروح يكروس بيروح يرياكت مع الانتيجين المصل فبيعمل لي انتيجين انتي بودي رياكشن، اسمها كروس رياكشن ميكانيزم. طيب تاني حاجه اسمها altered antigenicity ميكانيزم، من اسمها altered antigenicity يعني الستريبتوكوكال توكسينز بتغير الانتيجينستي بتاعه الكولاجين بندل الموجوده في الهارت فتخليه اوتو انتيجين. المفروض ان الكولاجين بندل دي الجسم ما بيتفاعلش معاها، ما يعرفهاش، ما يتفاعلش معاها، تمام، لا، التوكسين بقى اللي بتطلع من البكتيريا ستريبتوكوكال بكتيريا بتروح تخلي الكولاجين دي غريبه، فالجسم بيبتدي يتفاعل معاها ويعمل لها اوتو انتي بودي. تمام، فبيحصل ايه، بيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، بعد كده بيحصل كومبلمنت فورميشن، ويحصل بعد كده سكريشن لكيميكال ميديوتورز اللي هي بتعمل لي ديجنريشن وانفلاميشن للايه، للكولاجين الموجود. تاني الالتر انتيجينستي بيحصل ايه، بيحصل ان الستريبتوكوكال توكسين بتروح تغير الانتيجينستي بتاعت الهارت ماسل، بتاعت الايه، الهارت كولاجين، سوري، الهارت كولاجين، بتخليه بدل ما هو ما كانش الجسم ما بيتفاعلش معاه، لا، بقى له انتيجينستي، بقى اسمه اوتو انتيجين، اوتو انتيجين، فبيتكون قصاده اوتو انتي بودي. بعد كده بيروح يتكون انتيجين انتي بودي كومبلكس، بعد كده بيفعلوا لي، بيخلوا الكومبلمنت يحصل له اكتيفيشن ويسكريت كيميكال ميديتورز، الكيميكال ميديتورز دي هي اللي بتعمل لي الديجنريشن والانفلاماتوري بروسيس للايه، للكولاجين فايبرز. يبقى ده تاني ميكانيزم اللي هو altered antigenicity، altered antigenicity. اخر ميكانيزم عندنا اسمه immune complex theory، immune complex theory. الستريبتوكوكال دي بتبقى انتيجين ماشيه في ماشيه ماشيه في الموجوده انتيجين، تمام. طيب الانتيجين ده بيتكون قصاده انتي بودي، الجسم بيكون قصاده انتي بودي، يتحدوا مع بعض يعمل لي انتيجين انتي بودي كومبلكس. الانتيجين انتي بودي كومبلكس ده بيمشي في الدم سيركيوليت في البلاد، وبيروح يحصل له برسبتيت فين، في الهارت، في الكولاجين بتاع الهارت، تمام، بعد كده وفي البلاد فيسل، بعد كده بيحصل لي برضو كومبلمنت فيكسيشن واكتيفيشن، وبيحصل بعد كده برضو كيميكال ميديتورز بتعمل لي الانفلاميشن والديجنريشن. يبقى انا عندي يا اما حصل كروس رياكشن، يا اما حصل altered antigenicity للكولاجين اللي موجود في الهارت، يا اما حصل immune complex اتكون في في الجسم وحصل له circulation في البلاد وراح حصل له deposition فين، في الكولاجين بتاع الهارت. يبقى دول الثلاثه ميكانيزم اللي انا على اساسهم قلت ان روماتيك فيفر immunologically mediated. قلت ليه ان هي immunologically mediated، مش بكتيريا، مش عشان بسبب بكتيريا، انه ساعه ما بيحصل روماتيك فيفر ما بيكونش فيه بكتيريا ولا في البلاد، ولما باخد بايوبسي من الليجن بتاع روماتيك فيفر ما بلاقيش فيه البكتيريا، عشان كده قلنا ان هي، رجحنا ان هي immunologically mediated. طيب بشخصها ازاي الروماتيك فيفر؟ عندي ميجور كريتيريا وماينور كريتيريا، او ميجور مانيفستيشن وماينور مانيفستيشن.
الميجر مانيفستيشن عشان اقول ان البيشنت ده عنده روماتيك فيبر لازم يكون فيه ميجر مانيفستيشن. يعني اللي هي ايه؟ اول حاجه مايجراتوري ارثرايتس اوف لارج جوينت، يعني اللي هو ايه؟ اللي هو بيحصل ارثرايتس، يعني ارثرايتس التهاب في الجوينت في المفصل، تمام، في اللارج جوينت اللي هما الني والالبو والهيب، دول اللارج جوينت بيحصل فيهم انفلاميشن ويبقوا مايجراتوري، يعني واحد يخف والتاني يشتغل يلتهب، واحد يخف والتاني يلتهب، يبقى اسمها مايجراتوري ارثرايتس اوف لارج جوينت. تاني حاجة يحصل كاردايتس، التهاب في القلب، التهاب في القلب واتيفر بقى هو بيريكارديتس ولا مايكارديتس ولا اندوكارديتس او الثلاثة مع بعض، كارديتس ده من الميجور مانيفستيشن. سبكوتينيوس نيديول، يحصل سبكوتينيوس نيديول، يحصل ارسيما مارجيناتم، ارسيما مارجيناتم ودي عبارة عن بقع في الجسم، بقع في الجسم هنشوف صورتها دلوقتي، ارسيما مارجيناتم او روماتيك كوريا. روماتيك كوريا يعني ايه؟ روماتيك كوريا يعني ايه؟ الكوريا، الكوريا دي عبارة عن involuntary involuntary jerky purposeless movement، يعني ايه؟ يعني حركات لا ارادية purposeless ملهاش هدف movement، تمام. طبعا more common فين؟ في الجيرلس، في الفيميل وسيلف ليميتد، والسيلف ليميتد، تمام. يبقى دي اسمها الروماتيك كوريا، الروماتيك كوريا. الارسيما مارجينات قلنا اللي هي عبارة عن راشز، راشز والحواف بتاعتها elevated، راشز with elevated edge، راشز with elevated edge. السبكوتينيوس نيديول دي بتبقى نيديول تحت الجلد، تمام، تبقى بينلس، نيديول تحت الجلد وبينلس. وقلنا الكاردايتس ممكن تبقى اندو بيري اور ايه؟ مايوكاردايتس. وقلنا المايجراتوري ارثرايتس اوف لارج جوينت يعني فليتنج بولي ارثرايتس اللي هي بيحصل ايه؟ بيحصل انفلاميشن في الجوينت، في اللارج جوينت، ممكن بعد كده في جوينت وبعد كده يخف بعد كده يحصل في الجوينت التاني. مايجراتوري يعني متنقل، تمام. دول ايه؟ دول الميجور مانيفستيشن. ما ينفعش اشخص روماتيك فيفر من غير ما يكون حد فيهم موجود، يعني ما ينفعش يجي لي عيان بمينور مانيفستيشن اقول عنده روماتيك فيفر وهو ما عندوش ميجور، لا ما ينفعش، تمام. طب ايه هما المينور مانيفستيشن؟ فيفر، ارثرالجيا، ارثرالجيا يعني ايه؟ يعني بينفول، يعني بين في الجوينت، بين في الجوينت، elevated blood level of acute phase reactant، تمام، anti-streptolysin O تتر هاي اي اس ار، تمام. دول كلهم minor manifestation، دول minor manifestation. طب ايه دي؟ ده شكل الارسيما مارجيناتم، قلنا مايكرو بابيلر وقلنا ان هي راش اهي وليها elevated ridge، وليها elevated ridge. ده شكل الارثرايتس fleeting، قلنا ان هي بتبقى fleeting arthritis بتأفكت large joint، اني joint اهو red وhot وswollen وفي inflammation، في signs of inflammation، والجوينت التاني مفهوش حاجة، يبقى دي اسمها ايه؟ migratory arthritis. ادي شكل الارثيما مارجيناتا من قريب، microbabular rash وليها raised edge، وليها ايه؟ raised edge. فين raised edge؟ اهو اهو اللي انا برسمه الاصفر ده هو دوت الايه؟ الايدج، تمام. يبقى ده ايه؟ الارثيما مارجيناتا. كل دي ميجور كرايتيريا. دي سبكوتينيوس نوديول، فين اهي سبكوتينيوس نوديول ده انا بعلم عليها بالاصفر، سبكوتينيوس نوديول، تمام. دي بتبقى بينلس نوديول. طيب اتكلمنا، قلنا الديفينيشن اوف روماتيك فيفر، قلنا البريدز بوزنج فاكتور، قلنا بعد كده ايه الباثوجينسيس بتاعي والايمونولوجيكال ثيوري بتاعتها، بعد كده قلنا قسمناها الكلينيكال كرايتيريا بتاعتها ميجور مانيفستيشن وماينور مانيفستيشن. طب الباثولوجي بقى بتاعنا تحت الميكروسكوب هشوف ايه؟ هشوف حاجه اسمها، احنا قلنا من الديفينيشن ده بوليريفليشن، تمام، ومعاه ديجنريشن. اول حاجه البوليريفليف ليجن اسمه اشوف بوديز، اشوف بادز، يبقى ديبوزيشن فورميشن اوف اشوف بادز. طيب بيبقى موجود فين؟ احنا قلنا في الكولاجين، ده بيأفكت الكولاجين. الكولاجين ده موجود فين؟ في الاستروما او في الكونكتيف تيشو. يبقى السايت بتاعي الاستروما او في الهارت، قلنا اول حاجه الهارت.
طيب ايه الاماكن الاكسترا كاردياك قلنا الجوينت والسيروس ميمبرين والسبكوتينيوس تيشو والبرين والارترز. يبقى انا عندي اول حاجه في الباثولوجي بتاعنا والليفرتيف ليجن اللي هو اسمه الاشوف بوديز. طب الاشوف بوديز دي السايدز بتاعتها فين؟ قلنا بتبقى فين؟ في الكولاجين فايبرز او في الكولاجين تيشو اللي هو فين؟ في الكونكتيف تيشو. طب ايه الاورجانز اللي بتافكت؟ اول حاجه قلنا الهارت ده كاردياك. طب اكسترا كاردياك الجوينت. طب وايه تاني؟ السيروس ميمبرين. وايه تاني؟ السبكوتينيوس تيشو والبرين والايه والارترز. يبقى دول السايتس بتاعت الاشوف بادز. طب هو ايه الاشوف بادز ده؟ بيحصل ايه؟ بيحصل سنترال فيبرونويد ديجنريشن سراوندد باي ليمفوسايت وبلازما سيل وهيستيوسايت واشوف جاينت سيل. يبقى انا عندي في النص بيبقى فيه ديجنريشن فيبرونويد ديجنريشن ومتحوليه انفلاماتوري سيل. اللي هم ايه الانفلاماتوري سيل؟ ليمفوسايت وبلازما سيل وهيستيوسايت وجاينت سيل بسميها اشوف جاينت سيل. طيب لما يبقى كرونيك بيهيل باي فايبروزس. لما يبقى كرونيك بيبقى بيهيل باي فايبروزس. ده شكل الاشوف بادز. تمام ده شكل الاشوف بادز. الدايره دي اللي انا هعملها دي كلها ده شكل الايه الاشوف بادز. تمام في النص في الايه الجرانيولار فيبرونويد ماتيريال اللي هو الفيبرونويد نيكروزس او دي جينيريشن. جرانيولار فيبرونويد ماتيريال اللي هو الفيبرونويد دي جينيريشن. تمام بعد كده قلنا بيبقى في حواليها ليمفوسايت وهيستيوسايت. تمام ليمفوسايت وهيستيوسايت وبقى معايا كمان ايه اشوف جاينت سيل. الاشوف جاينت سيل. طيب نكمل بعد كده قلنا فيها كاردياك هيستيوسايت وكمان في حاجه اسمها انتيسكو مايوسايت. التلاتة دول الاشوف جاينت سيل والكاردياك مايوسايت والانتيسكو مايوسايت الكارديك هيستيوسايت والانتيسكوب مايوسايت دول ثلاثة يعتبروا اكزامبلز لي الماكروفاج. دول الثلاثة من ايه من الماكروفاج. طيب وصف الجاينت سيل اللي هي الاشوف جاينت سيل هنا ايه؟ لارج سيل ليها بيزوفيليك سيتوبلازم وليها مالتيبل نيوكليوي من 2 ل 8 نيوكليوي. تمام دي اسمها ايه؟ اشوف جاينت سيل. دي تعتبر موديفايد هيستيوسايت. خلاص دي نوع من انواع الماكروفاج. بعد كده قلنا الكاردياك هيستيوسايت وقلنا كمان في حاجه اسمها انتيسكوب مايوسايت دي برضو نوع من انواع الماكروفاج. طيب قلنا فيها ليمفوسايت خلاص وسراوندد باي فايبرو بلاست. سراوندد باي فايبرو بلاست. يبقى انا الاشوف بودي اللي انا حوطت عليها بالازرق دي عملت عليها علامه بالازرق دي اسمها اشوف بودي. مكانها فين؟ قلنا في الكونكتيف تيشو او في الكولاجين فايبرز. طيب موجوده فين اكتر مكان؟ قلنا بتبقى موجوده في فين؟ في الكونكتيف تيشو. بتتكون من ايه؟ بتتكون من سنترال فيبرينويد نيكروزس. سنترال فيبرينويد نيكروزس او ماتيريال بعد كده فيها اشوف جاينت سيل اللي هي لارج سيل ليها بيزوفيليك سيتوبلازم ومالتيبل نيوكليوي اللي هم 2 ل 8. بعد كده في ليمفوسايت وبلازما سيل. في كمان انواع من الماكروفاج في الكاردياك هيستيوسايت وفي حاجه اسمها انتيسكور مايوسايت مايوسايت. طيب لو هي اولد تتحول باي فايبروبلاست او فايبروزس دنس فايبروزس. بعد كده اتكلمنا على الايه الاشوف بادز اللي هم الايه الباثولوجيكال الباثولوجي بتاعي اللي هو البروليفيرتيف ليجن. ده شكل الاشوف بادز. سنترال نيكروزس سنترال فيبرونويد دي جينيريشن سنترال فيبرونويد دي جينيريشن اللي هو السهم ده خلاص اللي هو ده وحواليها في انفلاماتوري سيل انفلتريت وفي عندي قلنا الهيستيوسايت والانتيسكوب ايه مايوسايتس في بلازما سيل وفي ليمفوسايتس. ايه الباثولوجيكال ليجن تمام اللي ممكن تحصل من الروماتيك فيفر؟ اول حاجه عندي الكاردياك ليجن
cardiac lesion، يا اما بيبقى acute inflammation اللي هو الacute phase او الchronic phase. يعني الكاردياك ده يا اما acute phase يا اما chronic phase. طيب extra cardiac lesion هيبقوا الجوينت والسكن افكت الجوينت، قلنا اللي هو الفليتنج ارثرايتس او الميجراتوري ارثرايتس. السكن بيبقى فيها ريسيما مارجيناتم او سبكوتينيوس نوديول، تحصل فين؟ برضو في تحت السكن. طيب البرين قلنا بتعمل لي كوريا اللي هي سيدني هام كوريا. البلورال والبروتونيوم اللي هو سيروس ممبرين ممكن يحصل فيهم انفلاميشن. اللونج ممكن يحصل فيها روماتيك افكشن روماتيك فيفر. الارتريز بيحصل فيها برضو افكشن من روماتيك فيفر. يبقى دي اسمها الاكسترا كاردياك مانيفستيشن. الكاردياك بقى مانيفستيشن بتحصل ايه؟ بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها اللي هما الروماتيك هارت ديزيز، بيحصل فيهم ايه؟ بتأفكت الاول لايرز اوف ذا هارت. بيحصل حاجه اسمها بان كاردايتس. بان كاردايتس يعني الافكشن اوف اول لايرز اوف ذا هارت. ايه هما اللاير اوف ذا هارت؟ من بره لجوه، البيري كارديوم، المايو كارديوم، والاندو كارديوم. دول الثلاثه لاير اوف ذا هارت بيحصل فيهم انفلاميشن. طيب يبقى انا عندي البريكارديتس والمايوكارديتس والاندوكارديتس. قلنا قبل كده في محاضره الفالفولار ان الاندوكارديتس ده نوعين، نيورال وفالفولار. النيورال اللي هو الكفرنج بتاع الانر لايننج بتاع الهارت تشامبر اللي هما الاتريوم والفنتريكل. الفالفولار هيبقى عندي الايه؟ الفالفات. الفالف اللي هو الميترال اورتيك، دول لو ليفت سايد تركز بالدوبلمونري، دول ايه؟ لو رايت سايد. يبقى انا عندي روماتيك هارت ديزيز افكشن عندي هنا بيبقى ايه؟ all layer of the heart are affected، بتبقى بان كارديتس. تمام، البان كارديتس دوت بيبقى فيها مايوكارديتس وبيريكارديتس واندو كارديتس. الاندو كارديتس بيبقى نيورال وفالفولار. المايوكارديتس قلنا بيحصل ايه؟ بيبقى فيها احنا قلنا كل الهارت ليجن، الكاردياك ليجن اكيوت فيز وكرونيك فيز، فهناخد لاير لاير ونتكلم اكيوت فيز وكرونيك فيز. المايوكارديتس بيحصل اكيوت فيز، بلاقي فين؟ بلاقي الاشوف نوديول. الاشوف نوديول فين؟ في قلب الايه؟ الكونكتيف تيشو، او موجوده فين؟ حوالين البلود فيسل، بارا فاسكولار. بارا فاسكولار بيحصل لها، بتبقى بتحصل لها ديبوزيشن فين او بتتكون فين؟ حوالين ان ريليشن للبلود فيسل، بارا فاسكولار. وده الايه؟ الباسيدمونيك ليجن. الليجن اللي بيشخص لي الروماتيك فيفر اللي هو الاشوف نوديول. قلنا بيحصل فين؟ مايوكارديال انترستيشن او الكونكتيف تيشو او الكولاجين باندل حوالين الايه؟ البلود فيسل، بارا فاسكولار. قلنا بيتكون من ايه؟ الاشوف نوديول، وفي النص فيه سنترال فيبرينويد ديجنريشن، حواليها في ماكروفاج اللي هم الجاينت اشوف جاينت سيل، بلازما سيل، ليمفوسايت، ليمفوسايت. تمام، بلاقي فيها كمان ايه؟ بلاقي فيها الهيستيوسايت. تمام، كاردياك هيستيوسايت، وبلاقي فيها كمان حاجه اسمها الانتيسكوب ايه؟ مايوسايت. خلاص، بتتحوط بيه فايبروبلاست، سنجل لير من الفايبروبلاست. ليه؟ عشان دي اكيوت فيز. طيب الكرونيك فيز بيحصل هيلينج للاشوف نوديول باي فايبروزس، بيحصل هيلينج للاشوف نوديول باي فايبروزس. تمام، يبقى انا ايه عندي؟ المايوكارديتس اكيوت فيز وكرونيك فيز. الاكيوت فيز بيبقى كاركترايزد باي ايه؟ اشوف نوديول. اشوف نوديول دي فين؟ في المايوكارديال انترستيشن. خلاص، طيب المايوكارديال انترستيشن دي يبقى فيها الاشوف نوديول. اشوف نوديول دي تايني نوديول، واحد لاتنين ملي. تمام، وجريش وايت ان كلر. خلاص، واحد تايني نوديول واحد لاتنين ملي وجريش وايت ان كلر، شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ سنتر فيبرينويد نيكروزس سراوندد باي اشوف جاينت سيل، بعد كده في ليمفوسايت وبلازما سيل، وفي عندي المايوكارديال هيستيوسايت، وكمان الايه؟ الانتيسكوب مايوسايت، وحواليها سنجل لاير من الفايبروبلاست عشان دي اكيوت فيز. طب لو كرونيك فيز هيحصل هيلينج للاشوف نوديول دي باي فايبروزس، باي فايبروزس. ده شكل اهو الاشوف نوديول، ده شكل الاشوف نوديول، ده شكل اهو الاشوف نوديول اللي انا بحوط عليه. طب لو باور، طيب ده شكل الايه؟ ده شكل الايه؟
الاشوف سيلز او الايه اللي هو الايه الانتي سكوب سيلز. الانتي سكوب سيلز ده شكل ايه؟ دي جاينت سيل اهي، انا بحوط عليها دي، دي جاينت سيل ودي جاينت سيل، ودي فيها اتنين نيوكليا اهو جاينت سيل، ودي فيها تلاتة. دي الاشوف جاينت سيل، الاشوف جاينت سيل، الاشوف جاينت سيل. طيب يبقى احنا كده خلصنا الكلام على الايه المايوكاردايتس. طب البريكاردايتس، البريكاردايتس في الاكيوت فيز قلنا البريكاردايت ده في السيروس ممبرين، السيروس ممبرين بيحصل فيه اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن اللي هو السيروفايبرلس او الفايبرلس انفلاميشن. هنا هيحصل في الاكيوت فيز فايبرلس انفلاميشن، يعني انفلاميشن كاركترايزد باي فورميشن اوف اكسيوديت ريتش ان فايبروس تيشو، هيبقى فيها فايبروس تيشو وسكانتي سيروس اكسيوديت، الاكسيوديت قليل لكن فيها فايبروس تيشو كتير. فين؟ في البريكارديال ساك. يبقى تاني الاكيوت فيز بيبقى فيها فايبرنس انفلاميشن وذ سكانتي سيروس اكسيوديت. فين؟ في البريكارديال ساك. طب الكرونيك فيز بيحصل هيلينج، الهيلينج ده باي ايذر باي ريزوليوشن او اورجانيزيشن، يا اما بيخف وخلاص الفايبرين ده بيدوب اللي هو ريزوليوشن، او بيحصل له اورجانيزيشن بيحصل له فايبروزس. بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ميلكي وايت باتش اللي هو قلنا ايه ميلكي وايت باتش اللي هو البريد اند باتر، او ادهيزيف بيريكارديتس. ادهيزيف بيريكارديتس بيحصل ادهيجن ما بين الفيسرال والبايتال لاير، او بيحصل ميدياستيني بيريكارديتس. البريكارديان بيحصل ان هو بيحصل ايه؟ بيحصل انفلاميشن ما بينه وما بين الميدياستينم كومبوننت، فبيحصل ادهيجن ما بينهم بيحصل ميدياستيني بيريكارديتس. يبقى انا عندي الاكيوت فيز دوت بيبقى فايبرنس انفلاميشن، ودوت بشوفه في هيئه بريد اند باتر بيبقى فيها الايه الانفلاميشن كاركترايزد باي اكسيدت ريتش في الفايبرين ثريدز، الفايبرين ثريدز. تمام. طيب الكرونيك ده بريكارديتس، بريكارديتس بيهيل باي ريزوليوشن او اورجانيزيشن. طب الاورجانيزيشن ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي ميلكي باتشز اللي هو البيض اند باتر ده بيعمل ميلكي باتشز، او بيحصل ادهيزيف بريكارديتس، او بيحصل ميدياستيني بريكارديتس. بريكارديوم بيلزق فيه الميدياستين. ده شكل البريد اند باتر اهو، ده البرايتال لاير اللي حاصل له ريفليكشن اللي عليه السهم ده البرايتال لاير، واللي عليه الدايره ده الفيسرال لاير، وده اللي ما بينهم فصلوا عن بعض فسابوا لي الفايبرنس ريدز اللي هو البريد اند باتر ابييرنس. ده شكل الفايبرنس ريدز تمام بتاع البريد اند باتر ابييرنس اللي هو الفايبرنس بريكاردايتس. يبقى احنا كده قلنا المايوكاردايتس والبريكاردايتس. طيب روماتيك فيفر بقى، روماتيك اندوكاردايتس. احنا قلنا الاندوكاردايتس ايزر نيورال اور فالفولار. هنتكلم الاول على الايه النيورال. النيورال افكشن في الاكيوت فيز بيحصل ايه؟ بيحصل اشوف فادرز، بس بتبقى فين؟ بتبقى في الليفت اتريوم تمام، في البوستيرور وول بتاع الليفت اتريوم. الاشوف نوديولز او الاشوف فادرز بتتكون فين؟ بتتكون في البوستيرور وول بتاعه الليفت اتريوم، ده مكان الهاير بريشر، الهاير بلاد بريشر بيبقى موجود في المكان ده، في الليفت وول، في الليفت في البوستيرور وول بتاع الليفت اتريوم. طيب بتتكون ايه؟ بتتكون الاشوف بادس او الاشوف نوديولز. طب ده في الاكيوت فيز. طب في الكرونيك فيز الاشوف نوديولز دي بتهيل باي فايبروزس، بتهيل باي مايلد فايبروزس، فتسيب لي مكانها ايه؟ اوبيك وايت باتش، اوبيك وايت باتش. احنا بنسميها عندنا ايه؟ بنسميها مكلم باتش. يبقى انا عندي النيورال اندوكارديتس لو اكيوت هلاقي فيه اشوف بادز او اشوف نوديول. فين؟ في البوستيرور وول بتاعه الليفت اتريوم، في البوستيرور وول بتاعه الليفت اتريوم، ده مكان الهاير بريشر. طيب ده في الاكيوت. الكرونيك فيز الاشوف بادز دي هتهيل باي مايلد فايبروزس، مايلد فايبروزس هتسيب لي مكانها اوبيك وايت باتش، اوبيك وايت باتش احنا بنسميها عندنا مكلم باتش. طب المكلم باتش لما اجي اسالك المكلم باتش المكان بتاعها فين؟ في الليفت اتريوم، في البوستيرور وول، ده مكان ايه؟ المكلم باتش.
خلصنا كده الايه الروماتيك اندوكارديتس اللي هو النيورال. طيب نتكلم على الفالفز الروماتيك فالفيولايتس. عندي تو ستيج برضو اكيوت وكرونيك. طب الاكيوت فالفيولايتس اكيوت روماتيك فالفيولايتس اكتر فالف قلنا ان هو بيأفكت الميترال ويلي الاورتيك. تمام الميترال ويلي ايه الاورتيك. طب الفالف في الاكيوت انفلاميشن هيبقى شكله عامل ازاي؟ ايه ساينز اوف اكيوت انفلاميشن؟ هيبقى ادمتس، هيبقى كونجستد، مي بي ulcerated. تمام سكند عشان في اديما يبقى الفالف هيبقى في ساينز اوف اكيوت انفلاميشن. ايه هي ساينز اوف اكيوت انفلاميشن؟ قلنا بيبقى swollen و edematous و red و loss of luster. ممكن يبقى ال السيرفس بتاعه ulcerated. طب لما يبقى ulcerated بيحصل عليه precipitation ل small white thrombi. تمام small white thrombi. طب ده ايه؟ ده اسمها بليتلت ثرومباي. بليتلت متكون من البليتلت، بليتلت ثرومباي، سمول وايت ثرومباي، دي بنسميها روماتيك فيجيتيشن. روماتيك ايه؟ فيجيتيشن. يبقى تاني الفالف فيه ساينز اوف اكيوت انفلاميشن، ريد وسوولن وي ادمتس وسيك ولوس اوف لاستر. السيرفيس بتاعي من الانفلاميشن ممكن يحصل له ألسريشن. على المكان الألسريشن ده البليتلت بتبتدي تتجمع بتعمل لي وايت ثرومباي اللي هي سمول وايت ثرومباي اللي هي روماتيك فيجيتيشن. وصفها ايه الروماتيك فيجيتيشن دي؟ سمول 1-2 ملي ومالتيبل وفيرب وجراي وادفنت ماسكه، على عكس اللي احنا قلناهم بتاع الاكيوت والساب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس كانوا فرايبل وكانوا لوزلي اتاتشد. هنا الفيجيتيشن مالتيبل وسمول من 1-2 ملي وجراي وفير وادهرنت ماسكين والونج السيرفيس واللاين اوف كلوجر، والونج السيرفيس واللاين اوف كلوجر. ممكن يحصل فيجيتيشن كمان على الايه؟ على الكوردا تندين. يعني ايه ممكن يحصل كمان على الكوردا تنديني اللي هي مكان الفالفس اللي هي الكوردا تنديني الزوايا بتاعه الفالف اللي ماسكه فيه البابيلاري مصل من الاندر سيرفيس بتاع الفالف زي ما اتكلمنا قبل كده. يبقى دي الايه الاكيوت فالفيولايتس، الاكيوت فالفيولايتس. طيب تحت الميكروسكوب الاكيوت فالفيولايتس دي اكيوت انفلاميشن بس هنا فيها روماتيك فيفر، يبقى الكاز بس هنا ادمتس وفاسكولار. تمام عشان في كونجيشن. وهلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها برضو الكومبوننت بتاعه الاشوف بادي اللي هي الكرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت بلازما سيل وليمفوسايت، وهلاقي فيها الاشوف بادس. تمام يبقى انا عندي اتكلمنا على الاكيوت فالفيولايتس، قلنا الميترال مور افكتيف، قلنا الفالف شكله عامل ازاي، وقلنا بيتكون فيجيتيشن، قلنا تحت الميكروسكوب الكاسبس ادمتس وفيري فاسكولار عشان كده فيها كونجيشن، وقلنا هلاقي فيها انفلتريشن ديفيوزلي انفلتريتد باي كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتر، وممكن الاقي فيها وهلاقي الاشوف بادز ار سي، والاندوثيليوم هنا ممكن يحصل له ألسريشن اللي هو شدد واقع ماشي، وهيكون عليها الفيجيتيشن اللي هي بتتكون من ايه؟ الفيجيتيشن لسه قايلينها بتتكون من بليتليت وفايبرين. يبقى كده اتكلمنا على الاكيوت فالفيولايتس سواء جروس او مايكروسكوبك. طيب الكرونيك فالفيولايتس قلنا اي حاجه الاكيوت بيهيل باي فايبروزس، يبقى الفيجيتيشن هنا هيلز باي اورجانيزيشن اللي هو الفايبروزس. طيب لما يحصل healing by fibrosis يحصل ايه؟ الكاسبس بتبقى thick و rigid و fibrotic، thick و rigid و irregular و fibrotic، thick و rigid و irregular و fibrotic. خلاص بتعمل لي deformity، بتعمل لي deformity في الكاسبس بتاعتي. طيب لو هما الكاسبس دول لزقوا في بعض تمام adherent بقوا adherent together بتعمل لي استينوزس اللي هو اسمه الباتون هول اللي احنا شرحناه قبل كده. الباتون هول زي عروة الزرار. تمام باتون هول فالف اللي هو الاستينوزس. لو الكاسبس لزقت في بعضها او بقوا adherent لبعض من الفايبروزس هتعمل لي deformity اسمها باتون هول اللي هو equal الاستينوزس. تمام طيب لو الكاسبس بقت retracted
بعده عن بعض بتعمل لي incompetence، وزود adhesion ده retracted لجوه بتعمل لي incompetence يعني regurg، فاسمه funnel shape. funnel shape تمام. طيب بيحصل ازاي funnel shape؟ قلنا ان الكوردة تنجيني اللي هي الزوايد اللي ماسكة في الفالفا من تحت بيحصل لها هي كمان rheumatic affection فبتهيل باي fibrosis وبتبقى shortened. طيب لما هي ماسكة في القصبس من تحت وبتبقى shortened بتقصر فبتروح شد على القصبس لتحت فبتوسعها تمام، تعمل لي شكل الفانل shape، شكل القمعة الفانل shape. يبقى تاني انا عندي two deformity، يا اما button hole دوت بيعمل لي الاستينوزس تمام، ده اسمه button hole نارو button hole تمام، ده اسمه استينوزس، او funnel shape ده اللي بيعمل لي الانكومتنس او الريجيرش. طب ازاي الباتون هول بيحصل؟ بيحصل adherent للقصبس، القصبس بتمسك في بعضها. طيب بيحصل ازاي الفانل شيب؟ الفانل شيب بيحصل انه بيحصل ريتراكشن للقصبس، ما بيمسكوش في بعض، بيحصل فايبروزس فبيحصل لهم ريتراكشن، بعد كده بيتشدوا بالكوردة تنديني تمام. ليه الكوردة تنديني بتشد عليهم؟ عشان هي حصل لها فايبروزس وشورتند قصرت، فبتشد على القصبس لتحت فبتعمل لي فانل شيب، فانل شيب ابيرنس تمام. طيب قلنا انه الافكشن بيحصل، ممكن يحصل ليه الكوردة تنديني بتبقى ثيك وبيك وفايبروتيك وايه كمان بيحصل لها شورتند، شورتند يعني بتقصر تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على الكرونيك فالفيولايتس. ايه هي الكومبليكيشن اوف روماتيك فيفر؟ اول حاجه ممكن تحصل ان الفالف ده بقى افكتد خلاص ماشي، فممكن يحصل عليه سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس بالستريبت فيدنس اللي احنا اتكلمنا عليها في محاضره السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، ممكن يحصل عليها ايه سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. ممكن يحصل هارت فيلير ليه؟ عشان يحصل فالفولار افكشن، حصل فالفولار افكشن، حصل ميترال استينوزس، حصل ميترال انكومبتنس او بوس، او ممكن يحصل الاثنين تمام. فالفولار افكشن قلنا بيعمل لي هارت فيلير باختلاف السايد، رايت سايد ولا ليفت سايد اور بوس تمام، زي ما شرحنا في محاضره الفالفولار ليجن. يبقى الهارت فيلير ممكن يحصل نتيجه الفالفولار افكشن، او ممكن يحصل نتيجه السيفير روماتيك مايكاردايتس، ممكن يحصل مايكاردايتس سيفير ده يعمل لي هارت فيلير، او ممكن يحصل بريكارديال ادهيجن اللي هو الكونستريكتيف بريكارديتس اللي هو بيحصل ادهيجن ما بين الفيسرال والبرايتال لاير، فبالتالي الهارت ما بيعرفش يكمبنسيت، ما بيعرفش ان هو يدايليت براحته تمام، بيحصل فيه ريستريكشن للموفمنت بتاعه الهارت، للدايلاتيشن بتاعه الهارت، فبالتالي هيحصل هارت فيلير. يبقى اسباب الهارت فيلير هنا يا اما فالفولار ليجن، يا اما سيفير روماتيك مايكارديتس، او اخر حاجه ممكن يحصل بريكارديال ادهيجن، دي تعمل لي برده هارت فيلير. طيب ممكن يحصل امبوليك مانيفيستاشن ديتاتشد امبولاي. طب منين ممكن تيجي الامبولاي دي؟ اول مكان ممكن تيجي من الامبولاي الفيجيتيشن تمام، اول مكان. طب الفيجيتيشن بتتكون فين؟ بتتكون على بيحصل نيورال ثرومبوزس اوفر المكلم باتش، بيحصل احنا قلنا الليفت اتريوم بيحصل فيها اندوكاردايتس وبيحصل عليها ايه مكلم فيها اشوف بوديز، بتحصل بهيلينج، بتحصل تعمل لي حاجه اسمها مكلم باتش. طب الحته دي بقت رف، بقت خشنه، فالبلاد كل شويه بيحصل له بيحصل البليتليت اكتيفيشن عليها، فبيتكون ثرومبوزس فين؟ في الاتريوم. طب الاتريوم ثرومبوزس دي مش ممكن يحصل لها ديتاتشمنت وتمشي في السيركيوليشن وتعمل لي امبولاي تمام. طيب ممكن يحصل احنا قلنا الفالف ده عرضه للسب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، طب السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس الفيجيتيشن بتاعتها فريابل ومش ادهرنت للفالف، وممكن يحصل لها تعمل لي امبولاي، وخدنا الامبوليك مانيفيستيشن بتاعه السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. طيب الفيجيتيشن بتاعت روماتيك فيفر تسيب؟ لا هي ادهرنت، الفيجيتيشن بتاعت روماتيك فيفر دبليتلت وفايبرين عشان كده ادهرنت تو ذا فالف تمام، انما الفيجيتيشن بتاعه السب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس ده عباره عن بكتيريا وجرانيليشن تيشو وانفلاماتوري سيل انفلتريت وبص، فممكن ان هي تمشي تسيب الايه السيركيوليت، تسيب الفالف وتمشي في السيركيوليشن تعمل لي امبوليك مانيفيستاشن. يبقى تاني
انا عندي سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس ممكن يحصل، لان هنا الفالف بقى افكتد، فاقل بكتيريا ليها مايلد فيلنس زي الستريبت فيلنس ممكن تعمل لي افكشن للفالف. سب اكيوت بكتيريا الاندوكاردايتس ممكن يحصل هارت فيلير، نتيجه ايه؟ نتيجه يا اما الفالفولار افكشن، يا اما سيفير روماتيك مايوكاردايتس، يا اما سيفير او بريكارديال ادهيجن اللي هي الكونستريكتيف بريكارديتس. طيب ممكن يحصل ديتاتشد امبولاي، ماشي، منين؟ اول حاجه من الصاب اكيد بكتيريا اندوكاردايتس فيجيتيشن، دي ممكن تعمل لي امبولاي. او بيحصل ايه؟ بيحصل نيورال ثرومبوزس. فين؟ في المكلم باتش بتاع الايه اللي بيحصل فين؟ الليجن اللي بيحصل فين؟ في الليفت اتريوم في البوستيرور وول. المكلم باتش قلنا ده الكرونيك ليجن بتاع الاشف بودي اللي بيحصل فين؟ في الليفت اتريوم في البوستيرور وول، بيحصل عليه بقت رف، فبيحصل عليها ميورال ثرومبوزس. الثرومبوزس ده ممكن يحصل منه فراجمنتيشن وتمشي الامبولاي فين؟ في السيركيوليشن، تمام؟ او احنا قلنا سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس فيجيتيشن. اخر حاجه ممكن تحصل الكاردياك اريزميا اللي هو الاي اف او الاتريال فيبريليشن، كمان ممكن تكون سبب طبعا السيفير مايوكارديتس او الريستريكتيف بريكارديتس، ممكن ده ياثر على الكاردياك ريزم بتاع الهارت فيعمل لي اتريال فيبريليشن.